والعين الثانيه كاتسيرديس تمشي بها باللون. الحاله تاع زادت ازمت اكثر من اللي كانت راه عنده مده 15 يوم اللي جاز عند طبيبه شافته قالت لك وحده ايو 100% طافيه وانتهت الصلاحيات تاعها ما لازمش تقعد له باسكو داير فيها كيس من قبل وداويته على هذاك الكيس والقرنية هو عينيه اللون تاعو اخضر القرنية ولات بيضه معناها القرنية تلفت العين الزوجة اللي كانت أربعة على عشرة لها العدسة وشوف بها شوية راهي أن ديس واحدة على عشرة معناها صاي راهي ديكلاري باش تحبس أنا اتصلت بالترك الترك بحثوا لي انفيتاسيون بريفورما هو من بعيد كي شاف الدوسي تاعو ميديكال قال لك الا قدرنا نصيبوا له بنك الاعضاء ولا واحد يتبرع له بعين نديروا بس باسكو هذه حاجه صعيبه وكاين بلدان اللي ما عندهم هذا الحل ولا يديروا عمليه تجميل عمل التجميل باش عينو ما تبقاش هكاك كاين امل هكا في الترك انا والله غعيت نجلو عيات تجلي مسكينه معايا وكثر خيرها ماهيش لو كان حياتي كومبلي وانا يكشول شغل نرد فيه في خيرها بكلش وما رد لها هاك فتاتها قرام ما نردولهاش نوجه رساله للناس اللي تعاون المحسنين راهم في راهم عواشير الابواب قا... ابواب الله قاري مفتوحه ان شاء الله يشوفوا فينا ان شاء الله يعاونونا